السلام عليكم ورحمة الله، يا أهل مصر يا أهل بلدي يا طيبين. هنشوف معاكم أحوال بلدنا، ادعوا معنا تنصلح، قولوا أمين أمين يا رب العالمين. حلقة جديدة من استوديو الأخبار، هنتابع فيها مع حضراتكم أهم الأخبار المصرية والعربية والدولية. يا رب نكون ضيوف خفاف على حضراتكم. أكيد لازم نبدأ مع حضراتكم أخبارنا النهاردة من الوداع الأخير، وودعنا وودعت بلدنا عالمنا الكبير الدكتور أحمد زويل اللي ودعته مصر في جنازة عسكرية مهيبة من مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. الجنازة العسكرية شارك فيها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، كمان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكمان رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور، وجراح القلب الكبير الدكتور مجدي يعقوب، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وعدد تاني من كبار رجال الدولة، إلى جانب أسرة عالمنا الكبير الدكتور أحمد زويل. حياة عالمنا الكبير الدكتور أحمد زويل كانت حياة ثرية للغاية، سواء في مصر أو لما سافر بعد كده للولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا اجتهد لغاية ما حصل على جائزة نوبل في الكيمياء. رجوعه بعد كده لمصر علشان يخدم بلدنا، ويخدم بلدنا عن طريق أنه ينقل العلم اللي حصل عليه لمصر عندنا. أبرز إنجازات الدكتور أحمد زويل في مجال البحث العلمي اسمحوا لنا أن احنا نشوفها في التقرير اللي جاي. أبناء الوطن المخلصين كانت وصيته أن يدفن في مصر. إنه العالم المصري الجليل الدكتور أحمد زويل الذي وصل جثمانه إلى مطار القاهرة ظهر أمس بعد أن وافته المنية في الولايات المتحدة الأمريكية. جثمان الفقيد شيع في جنازة عسكرية حضرها رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة وعدد من العلماء وأقارب الفقيد، وحمل أفراد من الشرطة العسكرية جثمان زويل ملفوفا في علم مصر على عربة عسكرية، وانطلقت الجنازة من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بعد أداء الصلاة عليها في ظل إجراءات أمنية مشددة. فقداننا في هذا اليوم لهذا العالم الجليل إنما فقدان يرثى له كل مصري، بل كل إنسان على وجه الأرض. لماذا؟ لأنه نفع جميع العالم بعلمه، وخاصة هذه الجامعة المفتوحة التي جعلها يتوارث أجيالا بعد أجيال. الدكتور أحمد زويل دائما كان بيوصينا نتمسك بالقيم والمبادئ، يعني كان بيحاول يزرع فينا دائما العمل الجماعي، الأخلاقيات، نحافظ على ثقافة المجتمع بتاعنا، يعني نقوم يعني ان احنا ضروري نندمج في المجتمع. ان شاء الله نحاول نكمل المسيره، ان احنا يعني كل استطاعته يعمل حاجه لبناء المدينه وتزويد المدينه بالعلم وبالمال وبانها توصل احسن حاجه فعلا وتبقى حاجه عالميه برضو. عقب الجنازه العسكريه اقيمت للفقيد جنازه شعبيه في مقر جامعته جامعه زويل للعلوم والتكنولوجيا، وشارك فيها اسرته وعدد من زملائه واصدقائه وتلاميذه، ثم انطلق المشيعون بالجثمان ليوارى الثرى بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر. الغرب ليسوا عبقرة ونحن ليسوا أغبياء، هم فقط يدعمون الفاشل حتى ينجح، ولكن نحن نحارب الناجح حتى يفشل. بهذا المشهد المهيب اختتمت حياة العالم الجليل الذي أفنى حياته في محراب العلم، لينهل تلاميذه من أبحاثه التي غيرت مجرى الاكتشافات العلمية والتي كرم بفضلها بالحصول على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999. محمد جمال، تين تي في. طيب خلونا مشاهدي الكرام نروح لتقرير مفصل عن حياة الدكتور أحمد زويل، سواء اللي كانت موجودة هنا في مصر ودخوله جامعة الإسكندرية، وبعد كده سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد كده رجع إلينا في مصر علشان يبني طبعا الصرح العلمي اللي أتمنى من كل قلبي إن هو يستمر وتدعمه الدولة المصرية بكل ما أوتت من قوة علشان يعود علينا مرة تانية الخير بالعلم بالتأكيد اللي زرعه الدكتور أحمد زويل. We'll be right back.
رحل عن عالمنا العالم المصري أحمد زويل بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز 70 عاما. أصيب بورم سرطاني في النخاع الشوكي قبل أن يعلن عام 2013 أنه قضى فترة نقاهة ويتابع العمل مع زملائه في المشروع القومي للنهضة العلمية المعروف بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. ولد ابن مدينة دمنهور في محافظة البحيرة في 26 من فبراير عام 1946، وتخرج في كلية العلوم بجامعة الإسكندرية بامتياز مع مرتبة الشرف عام 1967 في الكيمياء، وعمل معيدا بالكلية وحاز درجة الماجستير في علم الضوء من كلية العلوم بالجامعة نفسها. سافر زويل إلى الولايات المتحدة في منحة دراسية وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا في علوم الليزر، وعمل باحثا في جامعة كاليفورنيا في الفترة من عام 1974 إلى عام 1976 قبل أن ينتقل للعمل في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا كالتك. تدرج زويل الذي حصل على الجنسية الأمريكية عام 1982 في المناصب العلمية الدراسية داخل جامعة كالتك إلى أن أصبح أستاذاً رئيسياً لعلم الكيمياء بها. وابتكر صاحب نوبل في الكيمياء عام 1999 نظام تصوير سريعاً جداً يعمل باستخدام الليزر، له القدرة على رصد حركة الجزيئات عند نشوئها والتحامها، وكان سبب شهرة هذا الابتكار الوحدة الزمنية التي تلتقط فيها الصورة وهي الفيمتو ثانية، وهي جزء من مليون مليار جزء من الثانية. نشر أكثر من 350 بحثا دوليا في المجلات العلمية حول العالم، وورد اسمه في قائمة الشرف بالولايات المتحدة الأمريكية باعتباره من أهم علماء الليزر في قائمة تضم ألبرت أينشتاين. زاد اهتمام العالم زويل ومؤسس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بالبحث العلمي في مصر بعد ثورة 25 من يناير للمشاركة في مساعي البحث عن مخرج لمصر من أزمتها الراهنة، وأعيد إحياء مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا المتوقف منذ وضع حجر الأساس لها في الأول من يناير عام 2000. وبعد توليه مهام منصبه كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بأعمال بناء وتشييد الموقع الجديد للمدينة، ليرحل زويل قبل أن يكتمل حلمه الشخصي بالنهضة العلمية في مصر. طيب خلونا نروح لحصاد البذرة اللي زراها الدكتور أحمد زويل علشان يخدم بها مصر. الرئيس الأكاديمي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا الدكتور صلاح عبية قال إن السنة الجاية بمشيئة الله هتخرج فيها أو هتتخرج فيها أول دفعة من الجامعة درست على أيادي الأساتذة المصريين اللي تدربوا في الخارج. عبية قال كمان إن المدينة ماشية على الطريق الأكاديمي الصحيح، وإن في أسباب منعت تخرج 10 دفعات علمية من مدينة زويل العلمية. طيب على هذا الأمر بينضم لي عبر الهاتف الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي. دكتور محمود أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. في البداية دكتور محمود احنا بنتكلم على عالمنا الكبير أحمد زويل وحلمه كان النهضة العلمية في مصر. النهضة العلمية هتيجي عن طريق طبعا التعليم، ان احنا نطور تعليمنا بالإضافة للمجهودات الأخرى اللي يعني تبرع بها الدكتور زويل أو قادها في مصر والمتلخصة في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. المدينة دي شايف مستقبلها إيه حاليا يا فندم؟ نعم، يعني هو الأول رحمة الله على عالم مصر الجليل الدكتور أحمد زويل اللي برحيله حقيقي يعني فقدت الإنسانية عالم عبقري وفز طبعا، وسيظل العالم يستفيد من تطبيق أبحاث الدكتور أحمد زويل إلى أن تقوم الساعة. مدينة زويل هو حقيقي الدكتور زويل الله يرحمه حط نموذج للتعليم والبحث العلمي كما ينبغي، بمعنى مدينة زويل هي مش مجرد جامعة أو مجموعة من المعاهد والمراكز البحثية تم إضافتها لمنظومة البحث العلمي في مصر، لا هو نموذج يحتذى لتطوير التعليم العالي وأيضا لتطوير منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر بخطة واضحة ورؤية واضحة، معايير شفافة بتضمن يعني انتقاء أفضل العناصر في مجال التعليم والبحث العلمي وفقا لمعايير دولية. كل ده موجود على أرض مصرية والقائمين عليه باحثين وأساتذة مصريين والتمويل مصري ولخدمة أهداف التنمية في مصر، فهو جميل. ده القيمة قيمة المشروع حقيقي. يعني
نعم. طيب دكتور محمود، يعني كتير مننا وانا يعني قبلهم برضو مش عارفين ايه مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مش عارفين ايه جامعة زويل، ويعني هي بيدخلها الطلبة ازاي؟ هل بعد الثانوية العامة بيتخرجوا منها ان شاء الله السنة الجاية هيكون يعني اول دفعة هتتخرج، هيتخرجوا يكون معهم ايه؟ هيكملوا فيها ولا لا؟ تفاصيل اكتر عن المدينة. شوف، هو اللي بيدخل مدينة زويل، اولا مدينة زويل للناس اللي هي يعني عشان تبقى واضحة لكل المجتمع المصري، لان ده مشروع قومي، ده مشروع مصري طبعا. يعني الدكتور زويل هو المؤسس، وهو الـ يعني الـ 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 صاحب المجهود، وهو كل حاجة كويسة في هذا المشروع. تمام. ولكن في الآخر هو مشروع مصري بيتبع الحكومة المصرية وبتمويل مصري وعلى أرض مصرية، وكل شيء مصري بآخرنا. المدينة هي عبارة عن، تقدر تقول كده، مجمع للعلوم والتكنولوجيا، بيتوسطوا جامعة بتقدم تعليم راقي على أعلى مستوى، اللي بيلتحقوا بها هم خيرة شباب مصر الأوائل على الثانوية العامة، مش الأوائل فقط حسب المجموع وحسب الدرجات، كمان بيبقى في اختبارات أخرى بالإضافة إلى المجموع، فهم أفضل من أنجبتهم مصر في المجالات دي. يعني أبنائنا الطلاب اللي ممكن يسمعوا حضرتك دلوقتي ويتمنوا أنهم يدخلوا مدينة زويل، نعم، يعملوا إيه علشان يدخلوا المدينة؟ بيتقدموا لمدينة زويل فيه بالإضافة إلى المجموع اللي هو شرط أساسي طبعا في الثانوية العامة، في اختبارات زي النظام المعمول به في الدول المتقدمة، مش المجموع لوحده. الطلبة اللي بيتقدموا يا فندم بيجوا مخصوص يتقدموا، ولا المدينة اللي بتبحث زي ما يعني نوادي الكورة ما بتبحث عن الموهوبين الموجودين على أرض الوطن؟ المدينة بتعمل كده، الاثنين موجودين، الاثنين موجودين. المدينة بتقدم منح للأوائل وأفضل الناس على مستوى الجمهورية، في نفس الوقت اللي المدينة ما توصلوش يتقدم للمدينة، يعني الخيارين موجودين يعني. تمام. فإحنا بالأول بنقول هي جامعة، ثم يحيط بالجامعة مجموعة من المعاهد والمراكز البحثية المتخصصة. جميل. لإجراء البحوث العلمية المتقدمة اللي هي علوم الصدارة على مستوى العالم. المعاهد دي طبعا يعني زي ما بقول لك، الناس اللي بيتم اختيارهم للالتحاق بالمعاهد والمراكز البحثيه هم افضل الباحثين على مستوى مصر وخارج مصر. ده الجزء الثاني من المدينه. الجزء الثالث ان شاء الله ان هو يبقى في ما يعرف بالساينس بارك او واحه العلوم، اللي هي بقى تحويل مخرجات البحث العلمي الى شركات، والى شركات تكنولوجيه ناشئه، بحيث يبقى في مجمع تعليمي بحث تكنولوجي. هي دي مدينة يعني زويل اشبه بوادي يعني. وادي سيليكون عندنا في مصر زي اللي موجود في امريكا. بالظبط يا فندم، بالظبط بالظبط، بلا مبالغه يعني. ده لما تكتمل مراحله كلها ان شاء الله، خطته كده وخريطته كده وتصميمه كده وانشاءاته كده ورؤيته المستقبليه كده، وهو بيبتدي مرحله اولى ثم ثانيه ثم ثالثه ان شاء الله. طيب انا بتحدث الان الى المسؤول الاول عن البحث العلمي في مصر. بالتاكيد البحث العلمي بدون مجامله او بدون تفخيم للكلام هو قاطره التنميه لاي بلد عايزه تتقدم، لازم تتقدم الاول في البحث العلمي. هتهتموا اكتر بمدينه زويل، ولا انا خايف اقول الكلمه دي او متخوف ان انا اقولها هتهمل بعد وفاه الدكتور زويل؟ شوف، انا كمان يعني انا في نفس الصف وفي نفس الاتجاه مع حضرتك. احنا مدينة زويل دي هي مشروعنا كلنا، وتقدمه وازدهاره وانه يشوف النور بالطريقة اللي كان بيتمناها به الدكتور زويل لمصر، مش لنفسه مش لشخصه. الدكتور زويل رحل، يعني الدكتور زويل تعرض لمشاكل كتيرة جدا الله يرحمه، وساب لمصر مدينة علمية اضافة قوية جدا. ده مشروعنا كلنا نلتف حوله، وفعلا مشروع نهضة، هو فعلا مشروع المصريين كلهم. المدينة امتى هتهمل؟ لو الدعم الشعبي قل. الدعم الشعبي قل. طبعا طبعا. المشروعات القومية الكبيرة العملاقة دي الدعم الشعبي هو العامل رقم واحد في نجاحها. تمام. انا متفق معاك والله، حتى لو الحكومة وبعتذر طبعا لان حضرتك يعني فرد في الحكومة، لو الحكومة نفسها يعني نقدر نقول ان هي نامت او يعني كان في خمول في الامر شويه نوعا ما، او كان في عقبات، الدعم الشعبي هو اللي يحركها، هو اللي يزقها. نعم يا فندم. شوف، يعني احنا مشروعاتنا القوميه عايزه دعم شعبي ومراقبه شعبيه كمان. الحكومه، انا رئيس اكاديميه السنه دي، انا مش رئيس اكاديميه السنه الجايه، فهتيجي ناس ثانيه بقناعات ثانيه، والحاجات اللي احنا متحمسين النهارده ده ممكن الحماس بيفتر مع الوقت وتتغير الاهتمامات والاولويات، وبالتالي
لا نعول كثيرا على على يعني على يعني نعول على الشعب، لان الشعب هو اللي باقي يعني، عارف ازاي؟ الدعم الشعبي هو اهم حاجه في نجاح المشروعات القوميه الكبيره يعني، عارف ازاي حضرتك؟ انا سعيد بكلام حضرتك والله يا فندم، واتمنى ان في فتره رئاسه حضرتك للاكاديميه، اكاديميه البحث العلمي تدفع اكتر، اكاديميه زويل لمزيد من التقدم ان شاء الله، تنفيذا طبعا لوصيه عالمنا الكبير الراحل الدكتور احمد زويل. جزيل الشكر للدكتور محمود صائر رئيس أكاديمية البحث العلمي، شكرا جزيلا يا فندم. كمان على هذا الأمر بينضم لي الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقا. دكتور هاني أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا بسيادتك فندم. في البداية خالص عزائي لحضرتك ولكل الشعب المصري في وفاة عالمنا الكبير الدكتور أحمد زويل، وكانت وصيته الأساسية الاهتمام بمدينة زويل، شايف ده ازاي يا فندم؟ وهنقدر نعمل ده نوفي بيه ولا لا؟ رحمة الله عليه، الحقيقة هو ترك لنا قلعة علمية فعلا مطلوب الحفاظ عليها، لكن حضرتك تلاحظ معايا أن الدولة مهتمة فعلا بالمدينة، ورئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه مهتم بيها وبيدعمها، وكلف القوات المسلحة بالانتهاء من تجهيزاتها ومبانيها. ويمكن هو النهاردة كان الكلمة بتاعته امبارح بيقول أن هو بيطالب الناس بضرورة دعمها من خلال التبرعات، وإدى تعليماته لصندوق تحيا مصر إنه يساهم بالتبرعات في استكمالها. فإذا أنت حضرتك عندك اهتمام من الدولة وقيادتها بهذه المدينة، وأنا أعتقد إن المدينة هتستمر، لأنها النهاردة بتضم طلبة للسنة الثالثة، بقى فيها طلبة بيدرسوا من الطلبة النابغين، فيها باحثين مصريين بيعملوا بيها شباب وعلماء سواء من الداخل أو من الخارج، فبقت منظومة علمية وقفت على رجلها، وانا اتوقع لها الاستمرار ان شاء الله، لان هي من الاول بتنال دعم شعبي، يعني ناس كتير في مصر وكلنا مش بس كعلماء وباحثين، كشعب كنا منتظرين قيام هذه المدينه وقامت الحمد لله. فانا اتوقع لها الاستمرار طالما ان هذا الدعم الحكومي والشعبي موجود، فان شاء الله تستمر وتبقى مناره علميه كبيره. اتمنى وبضيف على الدعم الحكومي اللي كان قاله الدكتور محمود صقر كمان الدعم الشعبي، وهندفع في ده للمستقبل ان شاء الله. الرئيس السيسي امبارح كان بيركز في جزئيه التشكيك في كل شيء ممكن يكون جيد في البلد، زي ما حصل في مشروع قناه السويس والتشكيك فيه، وان العائدات بتاعته مش دي اللي كانت متوقعه، ومع ان هو لسه اساسات يعني، لسه المشاريع اللي على ضفاف القناه لسه ما اتعملتش او لسه بتتعمل، فهو لسه اساسات، فاحنا بنشكك فيه من حاليا. برضو الدكتور احمد زويل رحمه الله نالوا قدر كبير جدا من التشكيك في الفتره اللي فاتت، شايف ده ازاي يا فندم؟ والتعامل مع علمائنا يعني. بص اقول لسيادتك حاجه، اتفضل. علماء مصر طبعا هم جزء من نهضتها، وبالتالي اللي احنا عايشينه دلوقتي حضرتك، ويمكن انا بتفضله كل يوم، ان هناك حملات منظمه مقصوده بتستخدم فيها شبكات التواصل الاجتماعي لنشر الإشاعات ونشر الأفكار اللي تبث اليأس للناس. النهاردة خلينا نتكلم بصراحة، الناس كلها في مصر لها عندها حسابات على الفيسبوك والتويتر طبعا. خلاص يعني كويس، والناس كلها بقت بتجمع معلوماتها من هنا، فدي أصبحت وسيلة لأعداء هذا البلد من الداخل ومن الخارج إن هم يبدأوا يحاربوها بهذا الأسلوب. فأنا باجي النهاردة أروح منزل بوست على الفيسبوك قايل فيه ان مفيش انجازات ومفيش مفيش، وتبدا الناس تعمل له شير، دي حرب حضرتك. ولابد ان احنا جميعا كمش بس دوله وكمواطنين محترمين بنخاف على البلد دي نتصدى هذا الكلام، فده اسلوب معروف لضرب اي نجاح. وبعدين طيب ما احنا شايفين انجازات على يعني النهارده، ما احنا بنمشي في الطرق دي يعني، اللي بيسافر الساحل الشمالي ومسافر البحر الاحمر واللي مسافر هنا ما بيمشي على الطرق دي. وبنشوف ان الكهرباء النهارده ما بقتش في قطعه زي الاول، وبنشوف في شغل جامد، بس ايه انا حضرتك شايف ناس عايزه تخوف الناس، ده غير بقى سيادتك ما ينشر من اشاعات غير كده عشان تسبب قلق، يقول لك الاكل ده بيعمل سرطان، خلي بالك ده مش عارف ايه، دي حاجات مقصوده سيادتك لازم ناخد بالنا. طيب عوده مره ثانيه لمدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا، المدينه حاليا مقرها فين؟ يعني لو اي حد من طلبتنا عايزين او من طلابنا عايزين يتقدموا للمدينه دي، هل المكان اللي موجود في جامعه النيل بعد انقسام المبنيين، ولا المكان الجديد اللي بتبنيه القوات المسلحه؟ بالظبط، المكان الجديد اللي بتبنيه القوات المسلحه ده مكان مساحه كبيره جدا، وبدات الانشاءات الحقيقه تظهر، يعني دي موجوده فين بقى سيادتك؟ طريق الواحات، تمام، وسيادتك في اول طريق الواحات في اكتوبر على الشمال، طريق الواحات على الشمال، على الشمال
ده المكان الجديد، انما المكان المؤقت اللي الطلبه بتدرس فيه ده مؤقتا الحقيقه بالتعاون مع جامعه النيل، وده في خلال فتره يعني ما زالوا حتى الان في الجزء الخاص بجامعه النيل. بالظبط، وظيفه مؤقته وبالاتفاق مع جامعه النيل، والعلاقات بين الجامعتين اصبحت علاقات ممتازه ولا يوجد اي خلاف بينهم خالص. تمام. دكتور هاني الناظر، رئيس اكاديميه البحث، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، جزيل الشكر يا فندم، اشكرك شكرا جزيلا. كمان على هذا الامر بينضم لي عبر الهاتف الاستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريده الشروق. استاذ عماد اهلا وسهلا بك يا فندم. اهلا بك يا استاذ، وخالص عزائي بالتاكيد ليك ولكل الشعب المصري في وفاه عالمنا الجليل الدكتور احمد زويل. العزاء لكل المصريين وكل العرب وكل المهتمين والمشغولين بالبحث العلمي في كل مكان في العالم، وخصوصا زملاء وتلاميذ الفقيد الكبير. شايف مستقبل البحث العلمي في ايه في مصر؟ وطبعا وصيته وصيت عالمنا الكبير انه الاهتمام بمدينة زويل وبالتالي الاهتمام بالبحث العلمي. المستقبل للاسف الشديد يعني حتى هذه اللحظة. ليه للاسف الشديد في البداية كده؟ طبعا لانه الواقع المرير جدا بتاع البحث العلمي في مصر، وربما تبقى يعني احد يعني الموت خسارة فادحة، لكن احيانا بتقدر تشوف يعني ملامح تقدر تبص فيها المستقبل وتشاشف فيها المستقبل. الواقع الراهن في مصر كارثي وسيء جدا، واي كلام حول مستقبل لن يتم الا في اطار ان انت تبقى واخد بالك ومركز كدولة وكحكومة وكمجتمع وافراد على هذا الموضوع. فزويل يمكن احد مزاياه الكثيره جدا انه بدا يلفت النظر لفكره يعني ازاي تبقى جد وانت بتكلم على بحث علمي، يعني مش ان انا اكفي ان انا اعمل تدوينه ولا رثاء ولا، طبعا دي حاجات كلها مهمه، لكن الاهم ان يبقى على ارض الواقع يبقى في منظومه حقيقيه. ما ينفعش يبقى عندك في فصول في محافظه الجيزه فيها 140 و130 طالب وتلميذ وتقول هتطلع زويل، يعني زويل عشان يطلع جديد مش بس في فهمته ثانيه ولا في العلوم، لا في كل المجالات، حتى تطلع نجيب محفوظ جديد او داخل نجيب محمود او يوسف ادريس او لعيبه كوره حقيقيين. انت بتتكلم على منظومه شامله، منظومه كامله ان يتم الاهتمام بيها في البحث العلمي تحديدا والتعليم. محتاج انت غالبيه الميزانيه مخصصه رايحه للاجور والمرتبات، واجور مرتبات لا تكفي الناس، عندك الناس بيروحوا السناتر والدروس الخصوصيه اكثر ما بيروحوا المدارس، وعندك تلقين ومناهج تعبانه. ايه المستقبل عندك؟ احنا وصلنا الى مرحله بعض المسؤولين ما بيعرفوش ينطقوا جمله عربيه صح في الخطابات. فبالتالي لما نيجي نتكلم على التعليم دي منظومه على بعضها. لو انا عايز اكرم بجد زويل وعايز اصلح المنظومه، ابتدي اركز في كيف يمكن اصلاح منظومه التعليم ومنظومه البحث العلمي، وان يكون لهم الاهميه والاولويه على ما عدا. اتمناه في الفتره اللي جايه ان شاء الله يتحقق باذن الاستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريده الشروق. جزيل الشكر يا فندم، اشكرك شكرا جزيلا. طيب خلونا نروح للمسلسل اللي بنتابعه بشكل يعني شبه شهري، عن اختطاف مصريين على ايادي جماعات مسلحه موجوده في ليبيا. النهارده المستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزاره الخارجيه المصريه قال ان الوزاره بتتحقق من دقه الاخبار اللي بتتكلم عن اختطاف مواطنين مصريين في ليبيا. المتحدث باسم الخارجيه جدد تحذيرات الخارجيه المصريه تاني للمواطنين المصريين انهم ما يسافروش لليبيا بسبب الظروف الامنيه والتوتر طبعا اللي موجود هناك وبتمر بيه الدوله الليبيه. كمان المتحدث باسم الخارجية ناشد المصريين اللي موجودين حاليا على الأراضي الليبية انهم يتوخوا الحرص والحيطة ويبعدوا عن اي مكان فيه توتر واشتباكات، وكمان يلجأوا للمناطق اللي فيها امان اكتر في الأراضي الليبية. خبر اختطاف المصريين انتشر في البداية على المواقع الإخبارية اللي موجودة في ليبيا، واللي قالت ان عدد المصريين اللي اختطفوا هم حوالي 23 عامل مصري تم خطفهم النهاردة الفجر من بعض المسلحين في منطقة البريقة. منطقة البريقة دي اللي هي موجودة ما بين بنغازي وما بين سرت. سرت بيسيطر عليها تنظيم داعش المتطرف وعدد من الجماعات التكفيرية المتشددة اللي موجودة في المنطقة دي. فأنا بأناشد يعني إخواتي اللي موجودين وبيسافروا للأراضي الليبية، اللي عايز يسافر للأراضي الليبية ممكن يسافر، بلاد الله واسعة، روح أي مكان تاني غير ليبيا. واللي موجودين بالفعل في الأراضي الليبية طب خليك في مكان آمن، مكان ما فيهوش داعش. ما هو في مناطق في الشرق، مناطق يعني آمنة نوعا ما بيسيطر عليها الجيش الوطني الليبي، ليه مش بتروحوها؟ يعني ليه بتروحوا في الأماكن اللي فيها داعش
الأماكن اللي فيها جماعات متشددة، فبالتالي وزارة الخارجية لو هتيجي تتفاوض استحالة هتتفاوض معاهم، يعني هتتفاوض مع داعش إزاي؟ موضوع غريب للغاية، وأصبح موضوع بيتكرر بشكل زي ما بقول لحضراتكم شكل شبه شهري، وبالأخص لما بنشوف أهالينا من محافظة المنيا، اللي أتمنى طبعا أن دول ما يكونوش من محافظة المنيا، وإن أتمنى في الأساس أن الخبر ده يكون غلط، يعني تدقيق الخبر يكون غلط في الأساس، ما فيش حد يكون اختطف، بس مع الأسف الأخبار بتكون يعني بنتابعها بتكون صحيحة مع الأسف. طيب خلونا نروح لمكتب تنسيق القبول في الجامعات والمعاهد، اللي النهاردة فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة، نظام قديم وحديث، ليوم الثاني على التوالي، هيستمر إن شاء الله لغاية يوم الأربعاء. الأستاذ سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على تنسيق القبول في الجامعات قال إن الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانية للشعب العلمية علوم ورياضة هو 320 درجة فأكثر، يعني بنسبة 78%، أما الشعب الأدبية فهتكون 279 درجة فأكثر، يعني بنسبة 68%. طيب خلونا برضو في التنسيق، ولكن المرة دي مش الجامعات العامة ولكن جامعة الأزهر، اللي النهاردة برضو بدأت أعمال التنسيق في جامعة الأزهر لاستقبال الطلاب اللي حصلوا على شهادة الثانوية الأزهرية في العام الحالي. الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر قال أنه تم توفير كل الأجهزة والمستلزمات للرد على أسئلة واستفسارات الطلاب عن طريق وحدة نظم المعلومات. الدكتور الهدهد قال أن التنسيق هيمر بثلاث مراحل، وهتبدأ الثانية بعد ظهور نتائج امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، هتخصص الثالثة بعد كده للمتخلفين من تنسيق الدور الأول والدور الثاني وكمان لتعديل رغبات الترشيح. طيب على هذا الأمر بينضم لي الدكتور أحمد زارع المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر. أهلا بك يا دكتور أحمد. أهلا وسهلا يا مرحبا. أهلا وسهلا بك يا فندم، مشرفني بكل تأكيد. طيب طمنا أكتر وطمن مشاهدي الكرام وطلابنا في الثانوية الأزهرية اللي حاليا هيتقدموا علشان يدخلوا جامعة الأزهر بمشيئة الله على التنسيق، طمنا أكتر يا فندم. إن شاء الله بإذن الله تعالى أن الجامعة تقبل كل الناجحين في الثانوية الأزهرية في الدور الأول والدور الثاني بأمر الله تعالى. تمام. سيتقدم في الدور الأول 64,745 طالب وطالبة في من اليوم إلى يوم 14 إن شاء الله دي المرحلة الأولى، وطبعا تقديم إلكتروني. تمام. عندنا ثلاث مراكز أيضا في مركز الوجه البحري في طنطا ومركز الوجه الخدمي في أسيوط في القاهرة للاستفسار أو الرد أو تسهيل أي مشكلة يقع فيها الطالب أو يواجهها الطالب في أحيان ما هو يقوم بتقديمه إلكترونيا على موقع الجامعة إن شاء الله. لو ما عرفش يتواصل في أي خط ساخن أو في أي خطوط ممكن يتواصل معها؟ نعم، هو ثلاث مراكز دولة موجودين جميع التساؤلات اللي يريدها أو يتقدم عن طريقها ما فيش أي مشكلة أبدا، هيجاوب على أي تساؤلات أو أي مشاكل تحدث للطالب إذا اتعثر أو ما كانش عنده كمبيوتر أو ما إلى ذلك يعني. 64,000 من اليوم لغاية يوم 14، بعد كده 64,745 طالب وطالبة في الدور الأول. تمام. ثم الدور الثاني للناجحين إن شاء الله بعد ذلك من الدور الثاني، ثم المرحلة الثالثة أيضا بعد ظهور بقى نتيجة المرحلة الأولى والثانية متخلفين من الأولى والثانية، الحد الأدنى للكليات هيسمح في مرحلة ثالثة لتعديل الرغبات لمن يريد وفق الضوابط الموضوعة في التنسيق وفق أيضا الترشيح الإقليمي أو الترشيح الجغرافي. يسمح بتعديل الرغبات لمن يتفق كليته مع مجموعه إن أراد أن يتم التحويل إليها أو يتم ترشيح أو تعديل تنسيقه يعني. هذا الشيء الآخر أحب أيضا ننبه نقطة مهمة جدا. تفضل. الطلاب الذين تقدموا لعمل ما يعرف بالالتماسات أو بالنسبة للنتيجة الثانوية الأزهرية تعديل أو يعني إعادة تصحيح أو ما إلى ذلك، فإذا حدث أن هناك طالب أخذ درجات جديدة أو تم تعديل له بعض الدرجات في بعض المواد فإن شاء الله سيعاد تنسيقه من جديد إلى الكلية التي يريدها وفقا للمجموع الجديد أو الدرجات التي زادت يعني. مش هتكون كليات أغلقت يعني، ممكن يفتح له استثناء حتى بعد انتهاء ظهور نتيجة التنسيق. حقهم بصراحة يا دكتور أحمد بالتأكيد يعني. نعم. بشكرك حقهم بالتأكيد وبشكرك شكرا جزيلا على ده. دكتور أحمد زارع المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر، جزيل الشكر يا فندم، شكرا جزيلا.
طيب خلينا نروح لأخبار الحج. النهاردة وزارة الداخلية أعلنت مد الميعاد اللي خصصته لاستخراج ورق الحالة الجنائية المميكنة الخاصة بالحج لجميع الحجاج لغاية يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله 11 أغسطس بدلا من النهاردة الأحد، واللي كان مقرر تنتهي فيه مدة استخراج صحيفة الحالة الجنائية. الداخلية أهابت بكل الحجاج أنهم يسرعوا لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية المميكنة للحج من فروع الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية في كل محافظة، ويسلموها بعد كده للجهات التابعين ليها علشان ترسلها بعد كده بدورها للإدارة العامة للشؤون الإدارية في وزارة الداخلية. خلونا نروح لوزارة الكهرباء. وزارة الكهرباء بدأت تطبيق أو هتبدأ تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار بيع الكهرباء للمشتركين اعتبارا من فاتورة شهر سبتمبر شهر 9 اللي جاي إن شاء الله، بعد ما اعتمد مجلس الوزراء التعريفة الجديدة لبيع الكهرباء. القرار الخاص بالزيادة دي هيرسل لوزارة الكهرباء خلال ساعات علشان بعد كده تعلنه بشكل رسمي في المؤتمر الصحفي للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بكرة بإذن الله. الزيادة الجديدة هتشمل كل شرائح الاستخدام المنزلي سبع شرائح، وهتكون الزيادة رمزية للغاية للشرائح الثلاثة الأولى، وهي شرائح بتعد يعني محدود الدخل، وهما بيمثلوا حوالي 50% من عدد مستهلكي الكهرباء، يعني نص عدد مستهلكي الكهرباء. الزيادة المتوقعة في الشرائح هتكون ما بين قرش وقرشين لكل كيلو وات، وهي الشرائح اللي تم إعفائها من الزيادة الثانية لأسعار الكهرباء والمعمول بيها من أغسطس السنة اللي فاتت. طيب هتمنى بس من وزارة الكهرباء يعني في موضوع الزيادات والشرايح يعني تكون الزيادات على القدر اللي احنا بنقراه، قرش أو قرشين للكيلو وات، يكون يعني نوعا ما نحس بحال أهالينا اللي موجودين حاليا، لأن زيادة الأسعار أصبحت بتكبل عدد كبير من أهالينا. فأتمنى من وزارة الكهرباء و من دكتور محمد شاكر أو دكتور محمد اليماني المتحدث، أي حد مسؤول في وزارة الكهرباء يراعوا فقط وهم بالتأكيد بيراعوا إن شاء الله يعني المصريين في زيادة أسعار الكهرباء اللي نوعا ما كانت بتزيد بشكل واضح في الفترة اللي فاتت. طيب كل سنة وحضراتكم طيبين. بكرة إن شاء الله بداية الأوكازيون الصيفي، ده اللي أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيكون لجميع أنواع الملابس والسلع وهيستمر لمدة شهر، وده بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية. الوزارة قالت أنه من المتوقع أنه يوصل عدد المشاركين في الأوكازيون الصيفي لحوالي أكثر من 3000 شركة وتاجر من القطاعين العام والخاص، وأن نسبة التخفيضات في الأسعار هتتراوح ما بين 5% ل50% في الأوكازيون ده علشان تشجع المواطنين أنهم يخرجوا ويتسوقوا لتنشيط حركة الأسواق. طيب على هذا الخبر بينضم لي الأستاذ وائل عباس معاون وزير التموين والتجارة الداخلية. أستاذ وائل أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. استعداداتكم لهذا الأوكازيون اللي هيبدأ بكرة إن شاء الله؟ إن شاء الله طبعا ده في إطار من توجيهات من القيادة السياسية لترويج يكون في حركة رواج في السوق التجاري المصري، وطبعا في إطار طبعا تشجيع القوى الشرائية ان هي يكون في مزيد من توجيهها نحو شراء المنتجات المصرية او المنتجات اللي فيها قيمة مضافة مصرية اكثر من النص تقريبا. فطبعا احنا بنوجه واشتركت بالفعل معنا اكثر من 3000 شركة واكثر من 3 شركة وتاجر طبعا في السلع المختلفة من الملابس للسلع المنزلية. قدرنا ان احنا طبعا دي سياسة للنفاذ للأسواق بان انت توجه القوى الشرائيه للتوجيه للمنتج المحلي، وده ان شاء الله اللي هيحصل في الفتره اللي جايه، واحنا بنسعى ان شاء الله احنا نحوز على رضاء الناس ان يكون في مزيد من القوى الشرائيه الموجوده، زائد ان طبعا احنا عارفين ان الفتره دي فتره مواسم في طبعا في الـ في الـ في طبعا في المناسبات الزوجيه طبعا الناس في حفلات اقامه حفلات الزواج وكده وخلافه، فطبعا الناس كلها بتتوجه للاسواق لشراء ما يحتاجونه لاتمام هذه المناسبات السعيده. تمام. كتير جدا من اهالينا استاذ وائل يعني بينتظروا الاوكازيونات علشان ينزلوا ويتسوقوا. عايزين نطمنهم في الجزئيه دي، لان في بعض الامور اللي كنا بنشوفها في الاوكازيونات اللي قبل كده، خطوتكم في الرقابه على الاوكازيونات الوهميه مثلا.
احنا يا فندم طبعا عندنا قطاع الرقابه والتوزيع ده طبعا احد الاذرع التنفيذيه الخاصه بوزاره التموين والتجاره الداخليه. بيتوجه هذا القطاع مباشره نحو اي تقصير في هذه المنظومه او اي انحراف في هذه في تطبيق الاوكازيون، فورا بيتم الابلاغ سواء على الخط الساخن 19280 او بالرصد المباشر على ارض الشارع، بان الناس بتتوجه مباشره بالحملات سواء قطاع الرقابه والتوزيع او بمباحث التموين. بيتفضلوا مشكورين بتشكيل لجان وحملات للرقابه على الاسواق من حيث تطبيق الاوكازيون من عدمه او بعض الاوكازيونات الوهميه اللي بيكون معلق نسبه تخفيض وما بيلتزمش فيها بالداخل. تمام، يعني اي حد من مشاهدينا الكرام من اهالينا لو بيشوفوا اي محل برضه من اهالينا كلنا في الشعب المصري اي محل بيشوفوا حاطين اوكازيون والاوكازيون ده وهمي ونفس سعر المنتج هو اوكازيون وهمي، فبالتالي يتصل على 19280 الخط الساخن الخاص بالرقابه من وزاره التموين. تمام يا فندم؟ بالضبط يا فندم. بالضبط يا فندم، وده طبعا احنا بنتمنى ان يكون المواطن ايجابي لحظه بلحظه وان يكون في بلاغات وتكون الناس بمشاركه معانا في الرقابه. اتمنى برضو يا فندم. طيب بالنسبه للخصومات او التخفيضات ما بين 5% و50%، ليه تمام الفارق الكبير ده؟ طبعا احنا طبعا بنتركها لحريه البائع نفسه، ما بيكونش في اجبار عليها. طبعا هو ده طبعا في اطار من التوجيه ان انت بتوجهه نفسه ان هو حاجه زي كده هتفيده وهتفيد سواء المشتري البائع. يعني بتترك للبائع نفسه، بتترك للبائع الحرية الاختيار ما بين النسبة اللي يراها مناسبة ليه، لأن طبعا بعض البائعين بيلاقوا طبعا بعض السلع بتكون في حالة ركود، فهو اللي بيطبق النسبة اللي هو بيراها وبيعلق النسبة دي وبيلتزم بيها طالما هو اشترك في هذه المنظومة وارتضى هذه النسبة وعلقها أمام المحل الخاص بي. ويبقى خلاص يبقى لازم يشترك فيها ولازم يكون ده جزء من الانضباط الخاص بالمنظومة. طب يا فندم لو في مثلا قميص، يعني خليني أستفسر من حضرتك أكتر وأسأل حضرتك اللي بيفكر فيه رجل الشارع، يعني لو في قميص ب 100 جنيه مثلا وكان النهارده ب 100 جنيه بكره هيكتب عليه ان هو كان ب 120 وعمل عليه تخفيض ال 20% فبقى ب 100، ما هو نفس ال 100، يعني هنكشفها ازاي؟ بنكشفها حضرتك بان طبعا في طبعا رصد للاسواق بيتم لحظه بلحظه او اول باول، فطبعا المشتري اللي احنا بنتكلم فيه ان الناس في تطبيق القوى الشرائيه الناس بقت شاطره زياده وعندهم وعي، الوعي ده بيخلينا هو طبعا بيلف عشان يشتري السلعه اكتر من مره او بمروره للمكان بيرصد السلعه دي في المكان الفلاني ده ثمنها كام والمكان ده ستم، فهو اللي بيعمل الافرج بنفسه، يعني هو اللي بيعمل الافرج بنفسه وهو اللي بيشوف هذه السلعه تستحق هذا التخفيض ام لا. استاذ وائل عباس اتفضل يا فندم لو في اي اضافه اتفضل. هو طبعا هو ده اللي انا كنت بقول لسيادتك ان طبعا كل الناس عندها الوعي الكافي وده اللي راهنا عليه في كثير من المنظومات اللي احنا طبقناها على ارض الشارع. جزيل الشكر استاذ وائل عباس معاون وزير التموين، شكرا جزيلا يا فندم. خلونا نروح لتصريح اسمحوا لي بالنسبه لي كان غريب جدا وهقول لحضراتكم ليه بعد الخبر. النهارده المهندس طارق قبيل وزير الصناعه والتجاره الخارجيه قال ان قطاع الصناعه في مصر بيعاني من عدم وجود اراضي صناعيه كافيه، وانه هيتم طرح 10 مليون متر مربع اراضي صناعيه قبل نهايه السنه دي. قبيل قال في كلمته في اجتماع لجنه الشؤون الاقتصاديه في البرلمان ان الوزاره بتسعى لوضع منظومه الكترونيه وانها بتوقع بروتوكول مع وزاره الاتصالات علشان تتغلب على الفساد. شدد كمان وزير الصناعه والتجاره ان الفساد بيجي من التعامل وجها لوجه. طيب معنا عبر الهاتف الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنه الاقتصاديه في مجلس النواب. دكتور مدحت اهلا وسهلا بيك يا فندم. دكتور مدحت طيب الجزئيه اللي كنت عايز اقول لحضراتكم عليها واللي كانت مثار استغراب بالنسبه لي ان وزير الصناعه نفسه، الصناعه طبعا قاطره للتنميه في اي مكان، الصين دلوقتي اصبح اسمها الثاني ان هي مصنع العالم، بتصنع كل شيء للعالم، امريكا نفسها بتروح كل منتجاتها بتصنعها في الصين، ايادي رخيصه، عامله كانتونات اقتصاديه، فما شاء الله بقت مصنع العالم، فانت عشان تتقدم تهتم بالصناعه، فلما يجي وزير الصناعه والتجاره ويقول ان مفيش اراضي متاحه عندنا علشان ننشئ مناطق صناعيه، احنا مش هننشئ مناطق صناعيه في الاماكن الزراعيه، احنا عندنا الصحراء ما شاء الله احنا بنتكلم في اكتر من حاجه و90 كام في الميه 95% من مساحه مصر صحراء، مساحات رهيبه للغايه، وفي مساحات مش بس جبال، يعني انا طلعت من المنيا قبل كده رحت للفرافره فقط الشريط ضيق ما بين النيل واخر منطقه زراعيه، بعد كده كلها اماكن صحراء،
ومنبسطة، فسهل جدا ان انت تعمل ده، خاصة ان انت وزير وفي منظومة اقتصادية وفي هيئة اقتصادية مكونة من وزراء. فبالتالي لو اقترحت ان انت تعمل مناطق صناعية مثلا في المنيا اللي هي اكتر من اكتر البلاد الطاردة للسكان، في سوهاج من اكتر محافظاتنا الطاردة للسكان والاكثر فقرا، بدل ما اولادنا يتحولوا بعد كده ويتوجهوا لليبيا ويسافروا علشان مش لاقيين لقمة العيش، يقدروا يشتغلوا في بلدنا. فازاي وزير الصناعة يقول ان احنا ما عندناش؟ انا طبعا انا يعني مقدر جدا صراحته، بس ازاي دولتنا مش قادرة لغاية دلوقتي توجد اماكن لعمل مناطق صناعية؟ اعتقد يا جماعة ده من ابسط الامور اللي انت تجذب يعني رؤوس الاموال من الخارج، مستثمرين، ان انت توجد لهم مناطق صناعية هم يجوا بكل سهولة، والشباك الواحدة اللي كنا بنتكلم عليه ممكن توجده لهم في المناطق دي. انما ان احنا نقول ان مفيش اراضي علشان نعمل مصانع، يعني تصريح غريب للغاية. طيب خلونا نتوجه للبرلمان. النهاردة لجنة تقصي الحقائق الخاصة بفساد توريد القمح استكملت اجتماعاتها لإعداد التقرير النهائي لتسليمه لرئيس المجلس بخصوص طبعا أعمال اللجنة، وبعد كده هيتم تحديد موعد للمناقشة. من المتوقع أن التقرير هيتضمن طلب استجواب للدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية بسبب القرارات العشوائية في توريد القمح واللي نتج عنه من توريد وهمي أدى لإهدار مليارات من المال العام. اللجنة تلقت بيان من رابطة أصحاب الصوامع والشوان عنوانه رسالة لنواب الشعب حقائق تواجه حقائق. البيان على حسب كلام أصحاب الصوامع والشوان قالوا إن في مجموعة من الحقائق اللي غابت عن لجنة تقصي الحقائق. معنا عبر الهاتف السيد المهندس ياسر عمر عضو لجنة تقصي الحقائق الخاصة بفساد توريد القمح. سيادة النائب أهلا وسهلا بيك. أهلا أستاذ كمال. اهلا بيك يا فندم. في البدايه لجنه تقصي الحقائق، انت ايه رايك الاول في الخطاب اللي انت يعني تلقيتوه من رابطه اصحاب الصوامع والشوان واللي كان بيحمل عنوان رساله للنواب الشعب؟ الخطاب ده جالنا على الواتساب من 4-5 ايام، ما نعرفش مصدره مين. الواتساب لكن النهارده كان بيتوزع على النواب. طبعا الخطاب ده هو في جزء منه كبير جزء مخلوط، احنا ليس لنا علاقة بأي حد عنده انتخابات ما عندوش انتخابات، يعني احنا انا واحد من الناس، يعني كلنا بتوع اللجنة ما حدش بيشتغل في المطاحن ولا الصوامع، يعني فما لناش مصلحة ان احنا يعني تمام نمسك غلط على حد كده يعني تعنتا. بالعكس احنا كنا بنتمنى ان احنا نروح اماكن وتطلع سليمة. دي كانت امنية عندنا، يمكن قلتها قبل كده طبعاً في القناة بتاعتك. طبعا طبعا يا فندم. طيب هم كانوا بيشككوا دايما وفي الفترة اللي فاتت وطلعوا على كذا وسيلة إعلامية بأن لجنة تقصي الحقائق هي لجنة مش فنية. هم بيدوا رسالة للرأي العام المصري بأن اللي طالع هم نواب في البرلمان فقط. يعني حضرتك كنت بترد أن في من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإيه تاني؟ لا بص حضرتك، أول حاجة اللجنة فيها متخصصين، الدكتور مدحت شريف وكيل اللجنة الاقتصادية فده راجل اقتصادي، انا راجل مهندس مدني وفلاح. طيب يعني القياسات اللي كانت بتعملها الشركه دي انا عارفها كلها. طيب دي شغلتي يا باش مهندس. سياده النائب خلينا بس نبعد عن اللجنه الخاصه بالبرلمانيين، ايه غيركم اللي كان بيبقى ماشي معاكم؟ معانا الشركه اس جي اس، شركه عالميه بيستعانت بيها وزاره التموين عن طريق هيئه السلع التموينيه في استلام الاقماح اللي جايه لمصر في المواني. تمام. عندنا الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه كانت بتشرف على اعمال اس جي اس معانا. تمام. يعني مش اس جي اس لوحدها. لا، وعلى راسها لواء مهندس متخصص في الصوامع. تمام. متخصص في الصوامع. ايوه هو تخصصه كله في الصوامع، هو المشرف على مشروع الصوامع الاماراتيه في مصر. تمام. فيعني قصه ان اللجنه غير متخصصه ده كلام يعني عيب. وبعد كده احنا الكلام ده احنا طبعا ما حدش ماضي على البيان اللي جالنا ده، بيان مش عارفين هل هو صادر منهم مش صادر منهم. طيب لكن الكلام ده اللي فيه غير مقبول. طيب خلينا بقى نروح لجزئيه اخرى باشمهندس، وانت عارف ان من بدايه شغلكم ومن بدايه يعني البيانات اللي طلعت منكم وانا باثني على المجهود الكبير اللي انتوا عملتوه وان انتوا بتراقبوا على المال العام، ودي وظيفه النواب بالتاكيد، يعني ان انتوا تحافظوا على اموالنا على اموال ميزانيتنا اللي كانت بتهدر على مدار سنوات. ولكن في شيء تاني يا باشمهندس سياده النائب،
يعني بيثير حفظتي بشكل شخصي. الاماكن اللي انتوا رحتوها، انا عارف ان انتوا مش هتلفوا في كل الاماكن، ولكن الاماكن اللي انتوا رحتوها هي 10 اماكن، صح يا باشمهندس؟ مظبوط. خدنا عينه عشوائيه، رحنا الشرقيه باعتبارها اكبر منتج للقمح في محافظات مصر. تمام. 10 اماكن، 10 اماكن، وكان فيها فساد اكتر من النص مليار، صح؟ 560 مليون جنيه بالظبط. 500 يعني اكتر من نص مليار. فبالشكل ده انتوا قلتوا كمان ان في اماكن تانية ما يعني اللي هي فيها ومتوقع ان يكون فيها برضو فساد في التوريد حوالي 130 مكان، صح؟ ما هم 135، احنا رحنا 10 اماكن. 135 يعني في 125 ما رحتهمش. والاجهزه الرقابيه بقى هي اللي هتروح الاماكن الثانيه. خلينا قبل الاجهزه الرقابيه، ما الاجهزه الرقابيه مع كامل احترامنا ليها كانت موجوده من الاول والقمح بيتورد. ال 125 مكان اللي انتم ما رحتهمش بالتاكيد برضو على حسب كلام حضرتك ان بالتاكيد هيبقى فيهم فساد، فكون ان انتم تروحوا 10 اماكن، 10 اماكن وبعدين والدليل على كده. طب اكمل سؤالي يا فندم، اكمل سؤالي يا سياده النائب، تروحوا 10 اماكن ويهمل بعد كده ال 125 فساد، يعني احنا عايزين كل حاجه تطلع، يعني كل مليم يعني كان فيه فساد يطلع لنا. بص حضرتك، انا حسب معلوماتي ان الاجهزه الرقابيه زارت اكثر من 100 مكان. يعني هم ما اهملوش، يعني خلال الشهر اللي فات الشهر 7 دوت الاجهزه الرقابيه في مصر من مباحث تموين ورقابه اداريه زاروا اكثر من 100 مكان. والنتيجه برضو في مخالفات باكثر من 600 مليون جنيه حسب معلوماتي. باشمهندس، لما 10 اماكن يطلعوا 530 مليون جنيه فساد، 560 مليون جنيه، يقوموا مطلعين من 120 الباقيين ولا ال 125 يطلعوا 600؟ ليه؟ ما اقول لحضرتك ليه يا باشمهندس، احنا معانا مساعدات فنيه، احنا عايزينكم تكملوا يا باشمهندس مع ان في ضغط عليكم، بس عايزينكم تكملوا. ما احنا اخبار حضرتك، احنا لو طبعا نكمل يبقى هنبطل شغل المجلس خالص. احنا لغايه دلوقتي بنكتب في التقرير ومش مخلصين. والله انا عايز اقول لحضرتك ان ده اهم شغل انتوا عملتوه من ساعه ما المجلس دخل، او من ساعه ما دخلتوا المجلس، مع كل احترام لكل الامور الاخرى يعني بتاعنا. انا مع حضرتك في كده، بس يعني صعب ان احنا نعمل شغل خلاص بقى الاجهزه الرقابيه تتولاه. احنا قلنا عينه والعينه طلعت يعني فيها نسبة مخالفات كبيرة جدا، وبالتالي يعني خلاص العين بتاعت الأجهزة الرقابية اتحطت على بقية الأماكن. تمام. طيب، وهم عشان حضرتك بقى عارف برضو أسعار القمح المحلي في السوق المحلي ارتفعت جدا، يعني وصلت ل 580 جنيه أرداب بالقمح، اللي احنا الدولة مدعماه بتاخده ب 420. ده معناه ايه؟ معناه ان الناس اللي احنا ما رحنا لهاش بتحاول تستعوض الكميات بتاعتها علشان لما يروحوا لها الاجهزه الرقابيه يلاقوهم مظبطين ايه كمياتهم. طيب باشمهندس، برضو يا فندم انا عايز جزئيه بسيطه استفسر من حضرتك عليها. موضوع سريعا يا فندم، الجزئيه الخاصه بالتوريد، فساد التوريد القمح للصوامع. بالتاكيد مش صاحب الشونه بس هو او صاحب الصومعه بس هو اللي فاسد، في كمان موظف تموين سمح له بان هو يكون على الورق غير اللي موجود فعلي، صح؟ طبعا حضرتك. وفي موظف ايه تاني يا فندم؟ موظف تموين وموظف زراعة وموظف صادرات وواردات اللي هو تبع التجارة والصناعة. تمام. ومندوب الشونة ومندوب الجمعية الأبانية اللي بتوزن دي. تمام. مجموعة كلها أكيد فاسدة. جميل جدا. الخمسة دول اللي هم موظفين في الدولة في الحكومة، هل في إجراء ضدهم اتخذ ولا الكلام بقى فقط على صاحب الشونة؟ أعتقد إن السيد النائب العام إدى قرارات ضد كل الموظفين المشتبه في فسادهم، لان احنا ما نقدرش نقول ايه فاسدين، ده ماشي. النيابه هي بقى ايه تمام. اللي هتحقق معاهم وتأكد الكلام ده. لكن اعتقد ان في قرارات، يعني منها قرارات منع تصرف في اموال وكده لكل الموظفين دول. جزيل الشكر يا باشمهندس، واتمنى يعني امنيه شخصيه مني انا العبد الفقير ان انتوا تكملوا حتى لو على قدر الامكان بعد صدور التقرير وكل حاجه. انا عارف ان التقرير لازم يروح لمجلس النواب علشان يعني يتم الاقرار وكده، بس اتمنى كمواطن مصري ان انتوا تكملوا في ال 125 مكان الباقيين حتى لو 20 تانيين، يعني بلاش ال 125. جزيل الشكر سياده النائب المهندس ياسر عمر، عضو لجنه تقصي الحقائق الخاصه بفساد القمح. خلونا نروح لإجراءات البنك المركزي علشان يسيطر على سوق العملة الصعبة في مصر. النهاردة البنك المركزي أصدر قرار بشطب شركة صرافة نهائيا وإيقاف ستة تانيين لأنهم بيتلاعبوا في سوق الصرف وبيضربوا بالدولار في السوق السوداء. القرار تضمن إيقاف أربع شركات لمدة سنة
سنة كاملة وإيقاف شركتين تانيين لمدة 6 شهور. العقوبات المختلفة دي بتختلف، وسبب اختلافها إن درجة المخالفة وجسامتها وتكرارها هي اللي بتكون بتسبب الاختلاف في العقوبة. مصدر في البنك المركزي قال إن بعض الشركات تعمدت تكرار المخالفات بالرغم من إنهم حذروها، وشركات تانية تلعبت في السجلات من خلال عدم إثبات عمليات الشراء والبيع للعملة الصعبة علشان تقدر تبيع المبالغ الحقيقية اللي اشتريتها من خلال السوق السوداء طبعا بأسعار أعلى. وبكده ارتفع إجمالي شركات الصرافة اللي اتشطبت نهائيا ل 24 شركة صرافة، وارتفع عدد الشركات اللي تم إيقافها لمدد مختلفة بحسب حجم المخالفة إلى 16 شركة. طيب على هذا الأمر بينضم لي الدكتور وائل النحاس خبير أسواق المال. دكتور وائل أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم وأهلا بجمهورك الكريم. أهلا وسهلا. في البداية شايف أعداد الشركات، يعني إحنا بنتكلم في 24 شركة شطبت نهائيا و16 شركة يعني تم إيقافها لمدد مختلفة ما بين 6 شهور وسنة، شايف ده إزاي؟ خلينا نقول والله حاجة تانية، إحنا كل العدد ده كله ما تم شطبه وما تم إيقافه، هل تم بالفعل التأثير على سعر الصرافة في السوق السوداء؟ هل تم انخفاض بالفعل قيمة الجنيه في السوق السوداء عن منطقة 12 جنيه 30 أو 12 جنيه 40؟ هل بالفعل تم توفير العملة الصعبة اللي تجي لنا من الخارج أو من الداخل القطاع المصرفي؟ هل نجح القطاع المصرفي بالقرارات والإجراءات الأمنية القوية أو القبضة الحديدية اللي بيتبعها دي إن هو بالفعل إن هو يشد من الاستيراد من الخارج؟ هل بالفعل يحد من إجابة الأسئلة دي إيه يا دكتور؟ مفيش، بالعكس الاجراءات دي هتأزم الموضوع اكتر. بسبب كمان اللي احنا بنقول والله اجمالي موارد مصر كلها الدولاريه الرسميه والغير رسميه 55 مليار، احنا بالفعل الواردات الرسميه بتاعتنا 80 مليار وغير الرسميه نحط فيها كمان 20 مليار، يعني احنا بنتكلم ان مصر توفر رسمي وغير رسمي 55 مليار، والاوفر الزياده ده بتاع ال 45 مليار بيجيبها الناس العاملين في قطاع الصرف اللي هو الاجنبي او السوق السوداء او حتى شركات الصرافه او السماسره او كلام ده. لما بتابع القبضه الحديديه دي انا هزود من الطلب على الدولار وما فيش المعروض، يعني احنا نوصل لمرحله تفاهم ما بيننا وما بين بعض. يا دكتور وائل انت بتعاقب المخطئ، انت في حد مخطئ تعدى القانون فبتعاقبه. يا فندم في حاله واحده بس نقدر نعاقب الكلام ده كله، لو حاله النقد المتوفر بالفعل والناس دي بتضارب فيه، الناس دي بتحاول انها تستوجب او بتحاول انها تجيب الاموال من الخارج بطريقه ما، بتحاول انها تجيب زياده عن النقد اللي بيجي من مصر. احنا بنتكلم مصر رسميا تعلن عن الرسمي والغير رسمي 55 مليار دولار، دي حصيله مصر كلها من الصادرات من البترول من الجهات السياديه من عمليه تحويلات المصريين من السياح 55 مليار. انت طلباتك الرسميه في الميزان التجاري 80 مليار، الغير رسمي 100 مليار، يعني الشركات دي او الوسطاء بيوفروا لك فوق مواردك الدولاريه 45 مليار دولار. يبقى نقعد مع بعضينا على ترابيزة ونوصل لصيغة تفاهم واللي يخطأ يتعاقب، ولا ان احنا نحاول ان احنا نضيع ال 45 مليار اللي بيجينا دي عشان نلاقي الدولار بقى ب 20 و25 جنيه؟ ما هو في طلب وما فيش عملة اصلا تغطي الطلب او ما فيش معروض، فبالتالي الناس بتحاول تجيب المعروض بطريقة من بره ده ليه تكلفة. فاحنا نوصل لصيغة تفاهم، نوصل لمبدأ حوار، نقعد على الترابيزة ونخلي الناس دي احد ادوات البنك المركزي اللي بيساعده بالفعل على توفير العملة الصعبة، وزي ما الدولة عايزة تخفض قيمة الجنيه نوصل ايضا في تفاهم ما بيننا وما بينهم، يا جماعة التكلفة لاستيراد العملة دي من بره ايه؟ زي الرئيس ما قال سلعة، هي بالفعل سلعة والسلعة دي ليها تكلفة، والتكلفة دي بتيجي من بره او بتيجي من جوه ليها تكلفة، والتكلفة دي لازم ترد النهاردة على الاقتصاد المصري سواء بالسلب او بالايجاب. يبقى نقعد مع بعض نبتدي نشيل كل السلبيات كلها ونحط خطة ازاي احنا كدولة نبتدي نحل مكانكو، ولا نفضل نتفرج. يعني انا ما شفتش بعد الاجراءات العظيمة دي كلها اللي عملوها البنك المركزي فتح فروع للمصريين المراسلين بتوعه في قلب الدول الخليج اللي بكده من وراها 10 مليار. هي دي فكرة كويسة الاجراءات دي، تمام؟ ما شفناش النهارده البنك المركزي النهارده بيحاول ان هو يعظم عن طريق وزاره التجاره الخارجيه. طيب اتمنى ان البنك المركزي او اي مسؤول في الدوله يعني استمع لحضرتك ان هو ينفذ الفكره دي، فكره جيده جدا ان احنا نبعت مراسلين لينا او مكاتب لينا في الدول الخليجيه اللي فيها مصريين ان هم يحصلوا على العمله الصعبه، وهتساعدنا بالتاكيد وهتساعد اقتصادنا بدون الدخول للسوق السوداء. دكتور وائل النحاس خبير اسواق المال، جزيل الشكر يا فندم، اشكرك شكرا جزيلا. وده كان اخر خبر معانا النهارده، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على طيب المتابعة. دي تحياتي كمال ماضي في أمان الله.